السيسي يوجه بوضع الخطط لعلاج مليون مواطن افريقي من فيروس سي ويتابع تطوير شركات الادويه الحكوميه. الرئيس السيسي يوجه بمواصله جهود تطوير شركات قطاع الاعمال العام وفقا للخطه الزمنيه المقرره. رئيسة الوزراء البريطانية تعلن طلب تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي حتى بعد 30 يونيو المقبل. منتصف الليل بتوقيت القاهرة، هذا موجز الأهم الأنباء يأتيكم دوما من إكسترا نيوز. أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيام أجهزة الدولة بوضع الخطط التنفيذية لتفعيل تكليفه خلال ملتقى الشباب العربي والإفريقي بعلاج مليون مواطن إفريقي من فيروس سي، وكذا إطلاق مرحلة جديدة من حملة 100 مليون صحة للضيوف المقيمين في مصر. وخلال اجتماعه برئيس الوزراء ووزيرة الصحة والسكان ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وجه الرئيس بسرعة الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بالمرحلة الأولى للمشروع القومي للتأمين الصحي الشامل. وقد شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية الانتهاء من الإجراءات التنفيذية الهادفة لإصلاح وحوكمة أداء شركات الأدوية بقطاع الأعمال العام. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي برئيس الوزراء ووزيري الصحة وقطاع الأعمال العام. صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول عرض خطط تطوير الشركة المصرية لتجارة الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام بما يسهم في توفير الدواء للسوق المحلية. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام وفقا للخطة الزمنية المقررة، لا سيما القطاعات الصناعية الواعدة كقطاع الغزل والنسيج. وخلال اجتماعه برئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام وعدد من المسؤولين، شدد السيسي على أهمية هذا القطاع بأصوله العديدة والمتنوعة في المساهمة في التنمية الشاملة. كما وجه الرئيس بالقيام بالدراسات والإجراءات اللازمة للتغلب على التحديات التي تواجه عددا من شركات قطاع الأعمال العام. قال رئيس مجلس النواب علي عبد العال إن الدستور هو الوثيقة الأسمى والأعلى في الدولة وقابلة للاجتهاد والتعديل. وخلال أولى جلسات الحوار المجتمعي التي تديرها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول التعديلات الدستورية المقترحة، أشار عبد العال إلى أن الهدف من هذا الحوار هو الوصول لأفضل الصياغات، لافتا إلى أن أي تعديل دستوري تحكمه الظروف والحكمة والمصلحة العامة ويكون بهدف محدد. كما تطرق في حديثه للتعديلات الماضية التي جرت في دساتير مصرية سابقة. أكد عبد العال أن التعديلات المقترحة من البرلمان واضحة وبأهداف محددة وتراعي المصلحة العامة. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القضاء على ما أسماه فلول تنظيم داعش الإرهابي في سوريا هذه الليلة. وأشار ترامب إلى الإبقاء على نحو 400 جندي أمريكي في شمال شرق سوريا. أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي أنها طلبت من الاتحاد الأوروبي تأجيل اتفاق الخروج من الاتحاد حتى 30 يونيو المقبل. وأشارت ماي في كلمة لها إلى أن عدم خروج بلادها من الاتحاد في 29 من هذا الشهر، مشددة على أن عدم تنفيذ اتفاق الخروج مثير للقلق. أضافت أنها ترفض إجراء استفتاء ثان على الاتفاق، ونوهت أيضا إلى أن الوقت قد حان ليقرر البرلمان البريطاني مصير الخروج من الاتحاد. تابعوا دوما مزيد من الأخبار عبر إكسترا نيوز دوت تي في. في أمان الله.